السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير جميعا. هذه زهور اللاجستريوم انديكا، البعض يسميها التمر حنة. طبعا تحمل درجات الحرارة العالية والمنخفضة، وأكيد طبعا من متساقطات الأوراق، يصل ارتفاعها إلى 4 متر. طريقة تكاثرها عن طريق البذور، والأفضل والأسرع عن طريق العقل. شجرة جميلة تستحق أن تزرع. هذا ولكم خالص تحياتي.